السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نديرو تحليل المباراة الثانية من المجموعة الثالثة اللي كانت بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب جزر القمر، واكيد تركيزنا الكامل كمغاربة على اسود الاطلس بقيادة البوسني واحد هاليلوزيتش، واللي فضل يدخل بهذه التشكيلة الهجومية في حراسة المرمى ياسين بونو، كقلبي دفاع رومان غانم سايس ونايف اجرد، كظهير ايمن اشرف حكيمي، وكظهير ايسر ادم ماسينا. في خط الوسط عندنا سفيان امرابط وسليم املاح اورا لوزا. اما في خط الامامي عندنا سفيان بوفال، ايوب الكعبي، والرائع طارق تيسودالي. ونحيطكم علما قبل بداية هذه المباراة، كان المنتخب الوطني المغربي متصدر المجموعة مع منتخب الكابون بنفس النقاط والأهداف أيضا، أما الخصم جزر القمر في المركز الثالث إلى جانب منتخب غانا. بداية المباراة كما كان متوقع من منتخب جزر القمر اللي فضل يلعب على إمكانياته فقط، وكان كيكتفي بالرجوع للخلف والدفاع بأكبر عدد من اللاعبين مع تقارب الخطوط وتضييق المساحات والاعتماد على الكرات الطويلة والمرتدات أو الكونتر أتاك، وأيضا كانوا كيركزوا بزاف على الكرات الثابتة واللي وحده منه شكلت خطوره على مرمى ياسين بونو اللي فلتات ليه من يديه بغرابه، ولكن ماشي مشكل كتوقع. اما عن المنتخب الوطني المغربي فعرف يتعامل مع كاع هاد المعطيات، وكان كيلعب برزانه وثقه كبيرتين، وكياخذ الوقت الكافي ديالو في بناء الهجمات لانه عارف الفوارق الفنيه كبيره بينه وبين منتخب جزر القمر، والهدف الاول مساله وقت ليس الا، وبالفعل هادشي اللي كان، بحيث سليم املاح كيسجل اولى اهداف المباراه وسط فرحه هستيريه من الجماهير المغربيه وتحت تصفيقات المدرب البوسني وحيد خليلو. وايضا شفنا الدور المهم ديال سفيان امرابط في وسط الميدان، خصوصا الربط بين الدفاع وخط الوسط، وايضا في استرجاع الكره صراحه وجوده مهم جدا طبعا الى جانب عمران لوزا. ايضا اللي عجبني في المنتخب الوطني المغربي كان كيلعب بتوازن في الخط الامامي والخلفي وما مستهترش بالخصم بتاتا، بحيث كتلقاهم على المستوى الدفاعي ككتله واحده كيدافعوا باكبر عدد من اللاعبين، وايضا كانوا ملتزمين تكتيكيا في الملعب. اما عن السلبيه شفنا عدم تفاهم واضح بين طارق تيسودالي وايوب الكعبي، وهذا طبيعي جدا بحكم انهم كيلعبوا لاول مره معا، وهذه هي الضريبه ديال التغيير المتكرر وعدم الاستقرار على التشكيله الاساسيه. ومن السلبيات ايضا تضييع الفرص الكثيره خصوصا من ايوب الكعبي اللي بكل صراحه عيق بزاف تضييع الفرص، كان واضح عليه عدم التركيز امام شباك الخصم، وكاك علاش عوض المدرب واحد هاليلوزيتش بيوسف النصيري اللي حتى هو باقي خاصو بعض الوقت باش يرجع الفورمه اللي كان عليها لانه كان غايب على الميادين بسبب الاصابه. وللاسف اليوم المنتخب الوطني المغربي كان عليه يربح الماتش ثلاثة او اربعة اهداف على الاقل، ولكن للاسف ضيعنا بزاف، وهذه النقطة خاص لابد يخدم عليها المدرب واحد هاليلوزيتش. ونختموا مع اشرف حكيمي اللي كانت المساندة الهجومية ديالو اليوم واضحة جدا على عكس المباراة الماضية. عموما ما يهمنا في الاخير هي النتيجة والتأهل المبكر، الحمد لله، اللهم بارك وزيد في ذلك. مبروك لجميع الجماهير المغربية، واخيرا كيبقى رأي ديالكم في المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي، وكالعادة كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامة.